ازيكم يا بنات، معاكم ميك اب ارتست ليلى جبريل. الفيديو النهارده هو خاص بالعرايس. في بنات بتبقى خلاص هتتجوز وتبقى مش عارفه تجيب الميك اب بتاعها. هوريكم في الفيديو النهارده ايه الحاجات او الاساسيات اللي تقدري تجيبيها في الميك اب، واتمنى الفيديو يعجبك. من اساسيات الميك اب اللي لازم تبقى معاكي هي الفرش. فرش الميك اب دي مهمه جدا. بتجيبي انت مثلا عروسه لو حابه تعملي ميك اب خفيف، بتجيبي طقم فرش صغير، حاجات للعين، يعني فرش للعين وفرش للوش. احنا قبل كده عملنا فيديو عن فرش الميك اب، تبقوا ترجعوا له. دي الفرش اللي معايا او الفرش الاساسيه، هي فرش للوش وفرش للعين بالنسبة للشادو اهو. ودي فرشة الحاجب، طبعا من الفرش الاساسية اللي لازم تشتريها. هي الفرشة دي بتبقى بالشكل ده. الفرشة دي بتقدري تستخدمي بيها الجل اللي هو جل الحواجب او الباودر بتاع الحواجب، شكلها كده. يبقى اول حاجة طبعا تبقى عندك هي الفرش. تاني حاجة معانا في الأساسيات بتاعة الميك اب هو رسم الحواجب. ده الجل بتاع الحواجب وده الباودر. تقدري تستخدمي بالجل أو بتستخدمي بالباودر. لو حابة تستخدمي القلم هو بيبقى بالشكل ده، انتي وأسهل لك. تالت حاجة أساسية في الميك اب هو الكومباكت باودر او لوس باودر اللي حابه تستخدميه واسهل لك. الكومباكت باودر طبعا دي اللي هي البودره المضغوطه، واللوس باودر هي البودره السائبه. دي بتستخدم لتثبيت الفاونديشن وتثبيت الكونسيلر. ومعانا طبعا الفاونديشن او كريم الاساس. الفاونديشن او كريم الاساس دي من الحاجات الاساسيه في الميك اب، لازم كل عروسه تبقى عندها الفاونديشن. سواء انت عروسة او بنت عادية، يبقى ده من الحاجات الاساسية تبقى معاكي في شنطة الميك اب. الفاونديشن طبعا زي ما احنا عارفين هو لتوحيد لون البشرة، مش علشان تفتحي لون البشرة. وطبعا لازم يبقى معانا الكونسيلر. الكونسيلر ده طبعا بيتحط في اماكن معينة، هي اماكن تحت العين واماكن الكونتور هايلايت لو انت شفتوا فيديوهات عن نحت الوش. معانا طبعا حاجة أساسية جدا لو حابة طبعا تحطي شادو، هو انت بتجيبي شادو صغيرة على قد الاستخدام الشخصي، بتبقى فيها ألوان مات أو ألوان اللي هي مطفية وألوان جليتري أو شيمري. الجليتري طبعا مش هتستخدميه كتير لأن هو بيبقى فيه حبيبات صغيرة، هو اللي بيبقى الشيمري اللي هو بيبقى فيه لمعة بسيطة، ده اللي هتستخدميه كتير مع الألوان المات. معانا كمان الأيلاينر. الايلاينر في ناس بتعرف تستخدم الايلاينر الريشه، وفي ناس بتعرف تستخدم الايلاينر القلم. طبعا القلم هو هيبقى اسهل لك كتير، فمناسب جدا للاستخدام الشخصي. ومعانا طبعا البلاشر. البلاشر ده مهم جدا. بتجيبي بلاشر على بينك وبلاشر على لون خوخي. معانا كمان الكحل، طبعا من الحاجات الأساسية. بتجيبي ممكن كحل أسود وكحل بيج أو أبيض، بس أنا بفضل البيج أكتر، البيج بيوسع العين. والأسود لو أنت حابة تحطي مثلا تعملي سموكي، أو في بنات بتحب أصلا الكحل الأسود، ممكن تجيبي درجات أو ألوان للكحل، ممكن أزرق أخضر على حسب اللبس بتاعك. كمان معانا الليب بنسل، طبعا دي بنستخدمه عشان نحدد الشفايف، ده محدد الشفايف. بتجيبي اكتر من درجة على حسب لون الروجات اللي عندك. وطبعا معانا الليبستيك بتاعنا، ممكن نجيبه بيبقى سايل كده او ليكويد، ممكن نجيبه بيبقى ستيك. بتجيبي اكتر من درجة على حسب اللي انت حباه. معانا كمان، ودي حاجة مش اساسية قوي بس في ناس كتير بتحب الكونتور او بتعرف تعمل كونتور، ده كونتور باودر، هيفيدك جدا لو حابة تنحتي ملامح وشك.
الكونتور الكريمي هيبقى صعب عليكي شويه في الاول لو انت مش متخصصه، بس الكونتور الكريمي بيبقى الباودر بيبقى اسهل. وطبعا معانا الحاجه اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها ابدا، هي الاضاءه. الاضاءه دي طبعا بتستخدميها في اغلب يعني الميك اب سواء الصبح او بالليل. طبعا احنا عارفين ان الاضاءه بتحط في اماكن معينه من الوش وما فيش غنى عنها دلوقتي. طبعا يا بنات دي الحاجات الاساسيه في الميك اب اللي كل عروسه تقدر تجيبها وتبقى معاها في شنطتها. طبعا في حاجات تانية اساسية طبعا انا ما قلتهاش لان هي مش من ضمن الميك اب بس بتستخدميها قبل الميك اب، طبعا زي كريم المرطب والسان بلوك او واقي الشمس اللي بتستخدميه لو انت نازلة الصبح وهتحطي ميك اب بعدها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو في اي حاجة عايزين تعرفوها في الميك اب او العناية بالبشرة سيبولي في الكومنتس تحت، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.